وعقب تسليم المهام شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة أن تعمل الحكومة على مواجهة ما أسماه إرهاب تجويع الشعب والتلاعب بقوت التونسيين لتهديد السلم الأمني في تونس، مجددا تمسكه بمواصلة تطهير البلاد ومحاسبة من أسماهم الفاسدين. ومن بين أهم التحديات مواجهة الإرهاب، ولكن أيضا مواجهتي نوعا آخر من الإرهاب الذي تسعى إليه هذه الكرتلات المتخفية لتجويع الشعب، ولا مجال للتسامح مع هؤلاء أبدا، لا بد من محاسبتهم. الشعب من حقه أن يعيش، ومن يتلاعب بقوت الشعب وبالأمن الأهلية داخل تونس سيدفع ثمن باهظ بناء على القانون في ظل محاكمة عادلة، ولكن لن نترك أحدا يتلاعب بقوت التونسيين وبمعاشهم. سنواصل إن شاء الله تطهير البلاد ومحاسبة الفاسدين والمفسدين الذين يعتقدون أنهم فوق كل مساءلة أو حساب. هذا الجانب الهام.